انا هعمل منه الكفته وهوريكم شكل طرب. بصوا في القرباشه شغاله شويه ازاي في الفرن. يا ريت مخرجنا يجيب لنا الفرن كده، احنا مظبطين شويه طرب لفينهم ومنديهم اللون للي مش هيستخدم شوايه الفحم، يعني طبعا يرجع لحضراتكم. طبعا الفحم بيدي ريحه غير عاديه. بصوا لازم المنديل ده ياخد يستوي وينزل، ويعني زي ما بيقولوا ايه، ما يبقالوش اثر الابيض بتاع البطن ده، المنديل البطن ده ما يبقاش باين خالص، الدهن ده يسيح تماما وتبقوا بياخد الطعم كله اللحمه او الكفته اللي جوه الطرب. تعالوا بقى نقول كده مقادير الكفته الاول عشان نشتغل منها على الطرب وبعدين ندخل على الطرب. الاثنين هيبقوا مع بعض. خليني انقع بس شويه البرغل دول في ميه، نقع لاكثر. بسم الله. نبدا نقول مقاديرنا. يلا بسم الله. عندنا للكفته ننزل المقادير: كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو من اللية، ربع كيلو برغل ناعم، بصل مفروم، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه جوز الطيب، معلقتين من الاورشستر شاير صوص ده بيدي طعم حلو قوي، ميه بصل، زيت وملح وفلفل اسود. نقدر نحط معلقه من صلصه الشواء، نقدر نحط معلقه من دبس الرمان اللي انتوا حاسينه بيدي تيست مع الشوي روعه. طبعا الخضار اللي حابين تقدموه معاها يرجع لكم، بتنجان بقى مشوي، فلفل رومي، بصل مشوي، اللي انتوا عاوزينه. خلينا بقى نيجي كده هنا نقول اللية. بصوا انا طبعا قطعنا من اللية شويه، انا افضل لو انا ما عنديش المفرمه في البيت وانا حابه اعملها في عند الراجل هقول له من فضلك. هو عاده كيلو لحمه لو انتوا طلبتوا ربع كيلو هيقول لك ده كتير على الكيلو قوي، عشان تبصوا عارفين يعني. فانا ممكن اخد على الكيلو اللحمه حوالي 100 جرام ل 150 جرام على الاكثر من اللية. 100 ل 150 جرام ليا بس. ونبدا يخلطهم لي مع بعض واعمل منه الطبق، واكتبوا على الطبق ده الكفته بلي. عايزين بقى تعملوها في البيت، انا هنا طحنه اللحمه مع اللية، بس انا هوريكم الشكل العام عموما عشان تبقوا عارفين لو احنا هنعملها. وبرده هنا كل شويه كده بفتح، بصوا الطرب، الله الله. هنا الشوايه على خفيف على الهادي، سايباها تاخد وتدي اهو على مهلكم براحتكم اهو. الطرب يبقى ايه جميل كده. طيب تعالوا بقى، طبعا الشوي على الفحم له رونق خاص يعني. طيب تعالوا بقى بسم الله. انا هاخد الاول كده اللحمه، خليني بس البس بقى ايه الجلافزات بتاعتي الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نشتغل. اللي هي دي اختياري، اللي مش حابب يحطها ما يحطهاش، كده كده احنا لما هنعمل الطرب حتى بالكفته، الكفته دي ممكن يدخلها فلفل الوان صغير وممكن يدخلها اضافات لو انتوا حابين وتتحط في منديل الطرب، بس احنا عايزين نعمل حاجه اللي هي يعني على اصولها او اللي هي التقليديه، عشان في ناس كتير قوي بتميل للموضوع ده. خلينا كده ناخد شويه من اللحمه عشان دي هنطلع منها شويه كفته ونطلع منها شويه للطرب، وناخد من اللي هي كده. بسم الله. احط بقى بديها تدويره كده الاول، وبعدين احط شويه من البرغل. البرغل اتنقع شرب بس الميه كده، بيدي طراوه كده للحمه وبيخليها يعني ايه ما تكشش. اولا من الحاجات الجميله جدا البرغل. خليني اخد كده رشه ملح خفيفه، تاتش فلفل، احط شويه جوز الطيب هنا، وعندي رشه خفيفه، وهاخد شويه نقطه من ميه البصل، وده انا هبصم بيه وهوريكم هعمل ايه على المنديل، وشويه من الاورشستر شاير او معلقه من صلصه الشواء. حاجات رائعه جدا تدي تيست عالي جدا. Yeah.
الله 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 الله. بصوا بقت عامله زي المعجون ازاي. لازم تسقع شويه. خليني بس اخدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزه ايه اطلع الطرب هنا كده. فكروني بس بيه لو سمحتي يا شيكو. ها اه بعد اذنكم اهو. ناخد شويه من بس اطلع دي. ناخد شويه كده هنا. تسقع شويه. بسقعها مثلا ربع ساعه ولا حاجه. اللحمه تاخد وقتها الحلو ده. ونبدا نشكل الكفته. انا هعملها في صينيه عادي المونيوم عاديه جدا. همسح بس المايه اللي فيها دي. هغير الجلاف ده بقى. ناخد واحد تاني. بصوا بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده امسح هنا الصينيه اللي انا هبدا ارص فيها الكفته اللي هدخلها الفرن واخد منها شويه اعمل بيهم جوه منديل الطرب. اهي تعالوا بقى ادي الصينيه نقطه زيت خفيفه وهبدا هاخد كده عندي الستكس. اوه حطيتها فين حبيبي؟ الستكس بتاعت خلاص عرفت. اها تمام. نيجي بقى هاخد كده. بصوا الخليط عامل ازاي. هعمل عايزه اشكل. هاخد بقى هنا الطماطم دي على ميه البصل. طماطمايه مبشوره. رشه جوز الطيب هنا كده. وهبصم. شايفين ازاي؟ بصوا اهي. اهم حاجة اقفل من فوق ومن هنا كده. اوكي اهو. وهاخد تاني. التبصيمة دي بتفرق برضو. وبرضو هوريكم هتفرق ازاي على منديل بطن الخروف. عشان بتدي لون كمان. الطماطم دي لما بنعملها على بطن الخروف كده. هنفتح المنديل وهنشوف دنيته فيها ايه. بصوا هنعمل كام واحدة كده من الكفتة الأول عشان أدخلها أشيل الطرب بقى اللي جوه ده كده. بصوا بصم عليها كده. وطبعا الحجم اللي انتوا عاوزينه. ولازم تسقع شوية تبقى ماسكة نفسها. يبقى فيها طراوة شوية. البرغل ده هيساعد انها تبقى فيها طراوة. حتى لو انتوا يعني سبتوها شوية وتيجوا تسخنوها مش هتحسوا انها ناشفة قوي. ولا هي برضو التخانة اللي فيها مهمة. خلوا بالكم تخانة الكفتة بتفرق فيها انها بتنشف قوي او ما بتنشفش. خليني بقى دلوقتي اطلع هنا الطرب اوريكم بس شكله كده. بصوا بيطلع الدهون ازاي. عايز اوريكم بس كده من قرب. طبعا هو معمول هنا وصاية. بصوا بصوا الطرب. بصوا الجمال اهو. الله الله. وهنفتح دلوقتي واحدة. عايز اقول لكم الطعم رائع. بصوا بينزل الدهون بتاعته ازاي. انا بقى هستسمحكم دلوقتي هكمل كام واحدة كفتة بنفس التبصيمة اللي انا ببصمها دلوقتي على الكفتة وهحطها في الصينية وادخلها الفرن. ونبدأ نشتغل في جزء منها على الطرب جوه المنديل واقول لكم التركة اللي في المنديل هتبقى ايه. لكن بعد الفاصل